كما استهدف العدوان السعودي مجددا محافظة البيضاء، حيث شن سلسلة غارات استهدفت عقب الثرة في مديرية مكيراس التي تربط محافظتي أبيان والبيضاء. وذكرت مصادر محلية أن الجيش واللجان الشعبية دمروا 6 عربات مدرعة لمرتزقة العدوان والفار هادي في المواجهات التي دارت في مديرية مكيراس. في جبهة الحدود قصف أبطال الجيش واللجان الشعبية مقر